أسواق مالية في إكويتي جروب الأستاذة أمانة رشيد للحديث عن تطورات العملات الأجنبية. أهلا وسهلا بك معنا أمانة. بداية سنتحدث عن عوائد السندات الأمريكية، لاحظنا حالة من الارتفاعات كملاذ آمن في ظل هذه التوترات السياسية بين روسيا وأيضا والولايات المتحدة. ماذا عن أداء مؤشر الدولار وعوائد السندات الأمريكية؟ صباح الخير. اولا طبعا بالنسبه لمؤشر الدولار وعوائد السندات، طبعا وجدنا ان طوال الفتره الماضيه كان اهم العقبات او اهم الملفات الشائكه التي تواجه عامه الاقتصاد العالمي هو طبعا ملف التوترات ما بين روسيا واوكرانيا، والامر ده اثر بشكل كبير جدا على يعني لجوء المستثمرين لملاذات الامنه طبعا مثل الذهب. وجدنا ان هو اعلى مستويات ال 1900 في وقت قصير. عوائد السندات الامريكيه طبعا بيلجا لها المستثمرون كملاذ امن والابتعاد عن اسواق الاسهم. وجدنا ان مؤشرات الاسهم الامريكيه مثل مؤشر الداو جونز والداكس الالماني، كل تلك المؤشرات تراجعت بشكل كبير. اغلب المستثمرين عامه فضلوا التوجه للملاذات الامنه طبعا مثل الذهب ومثل عوائد السندات. حتى وجدنا ان عوائد السندات الامريكيه ارتفعت بشكل كبير، وهو ما كان سبب رئيسي في ارتفاع الدولار الامريكي. وبالطبع طبعا عوائد السندات حتى الاوروبيه ايضا ارتفعت، عوائد السندات الالمانيه عامه بشكل كبير، حتى الين الياباني شهد بعض الارتفاعات كان لانها عمله ملاذ امن مثله مثل الفرنك السويسري. حاله الذعر او حاله الخوف والتوترات التي تواجه حاليا الاقتصاد العالمي، سواء هل الازمه ما بين روسيا واوكرانيا هتستمر ولا لا، هل هيكون ليها تبعات اقتصاديه، هل سيؤثر طبعا الانتاج الروسي من النفط على الاقتصاد العالمي. وجدنا حتى ان اسعار النفط ترتفع بشكل كبير جدا خوفا من تراجع الامدادات الروسيه الفتره المقبله. وجدنا انه يعني خام غاز مثلا بالقرب من مستويات ال 94 دولار للبرميل بالامس. يعني كل تلك العوامل طبعا بتتسبب في تراجع حاله شهيه المخاطره، الابتعاد عن العوائد يعني الاصول زائده العوائد المنخفضه والاسهم عامه، والتوجه للملاذات الامنه حتى لو يعني الاصول، ابتعاد المستثمرين عن الاصول ذات العوائد المرتفعه طبعا، والتوجه للاصول ذات العوائد المنخفضه مثل الذهب والاسهم وهكذا، مثل الذهب والسندات وعامه العملات الملاذات الامنه مثل الدولار الامريكي والين الياباني وهكذا. نعم، إذن أمانة ماذا عن اليورو يعني في ظل هذه التوترات السياسية وأيضا يعني الضغوط التي مارست على اليورو بسبب معدلات التضخم المرتفعة في تحديدا في أوروبا ومنطقة اليورو، إذن كيف نتوقع البقاء ضمن هذه المستويات نوعا ما والحفاظ على مستوى مقابل العملات الأخرى في ظل جميع هذه المعطيات التي تؤثر سلبا على أداء اليورو؟ في البداية علينا الإشارة أن أصلا يعني مع بداية عام 2022 كانت أهم الملفات التي تنال اهتمام المستثمرين هي طبعا التوجه للسياسات النقديه التجديديه وتوجه البنوك المركزيه لخفض السيوله طبعا مع ارتفاعات التضخم، ليس فقط في منطقه اليورو، احنا نتحدث عن اغلب دول العالم كانت تعاني من معدلات تضخم مرتفعه بسبب معدلات النفط، بسبب ارتفاع اسعار النفط وكسر سلاسل التوريد. فبالطبع يعني تلك العوامل كانت تتسبب في نوعا ما لجوء المستثمرين الى العملات مثل الدولار والضغط على اليورو والجنيه الاسترليني، طبعا مع توجه البنوك المركزيه على راسهم طبعا الاحساس الفيدرالي برفع الفائده في مارس. ولكن حاليا يعني على الرغم من ان فعلا او بالفعل اغلب البنوك المركزيه توجهت لتشديد السياسه النقديه والتي من المفترض ان تدعم العملات مثل الجنيه الاسترليني، البنك انجلترا مثلا رفع الفائده مرتين حتى الان، الفيدرالي الامريكي بدا في تقليص برنامج شراء الاصول وكذلك في يعني التوجه لرفع الفائده. ولكن حاليا يعني اكثر الملفات التي زي ما قلت اكثر الملفات التي تواجه المستثمرين او التي تضغط على المستثمرين الان هو ملف روسيا، على الرغم من ان السياسات النقديه التجديديه من المفترض ان تدعم العملات وتضغط على اداء الذهب، ولكن لم نرى هذا الامر لانه بالطبع يعني التوترات الجيوسياسيه التي تحدث الان تؤثر طبعا على العملات الرئيسيه. بالنسبه لليورو طبعا الاقتصاد منطقه اليورو على الرغم من ان هو يعني معدلات التضخم لا تزال مرتفعه، وعلى الرغم ان هي لا تزال ترتفع، ومفترض ان البنك المركزي الاوروبي كان يتوجه لتشديد السياسه النقديه، ولكن الان هل التوترات الجيوسياسيه ما بين روسيا واوكرانيا هتؤثر على اقتصاد منطقه اليورو ولا لا؟
هذا تسبب في تغيير البنك المركزي الاوروبي لسياساته النقديه الفتره المقبله ولا لا؟ كل تلك العوامل تسببت نوعا ما في حاله تذبذبات قويه جدا بالنسبه لليورو امام اغلب العملات الرئيسيه، ولا سيما امام الدولار الامريكي. وجدنا انه ما بين ارتفاع وانخفاض ما بين مستويات ال 1.14 وما بين ال 1.12 امام الدولار الامريكي، وطوال او مع نعم استمرار تلك التحديات او استمرار تلك التوترات، سنرى ان اليورو عامه سيكون متذبذب جدا مع التوترات الجيوسياسيه ومع طبعا البيانات الاقتصاديه التي تستمر في الضغط على او تستمر في او تكون تحدي كبير امام البنك المركزي الاوروبي بالطبع. نعم محلل أول أسواق مالية في إكويتي جروب الأستاذة أماني رشيد، كنت معنا.